سامعيني كلكم؟ صوتي مسموع؟ اولا اود ان اشكر يعني المنظمين على حضورنا على حضوري النهارده. انا فخوره جدا ان انا موجوده معاكم، وفخوره ان انا بمثل مجموعه ام بي سي، وبالتحديد ام بي سي الامل. النهارده انا هتكلم عن حدوته ام بي سي الامل، ازاي نشأنا البراند او المجموعه دي من خلال شاشاتنا وقنواتنا، واكيد التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا. الحدوته ابتدت من الشعار لدى مجموعه ام بي سي اللي هو نرى الامل في كل مكان، وكان بالتحديد في 2013 او 2012 حسينا ان التحديات مش عايزه اقول المشاكل، بس التحديات اللي كانت بتواجهها المنطقه العربيه كان لازم ان احنا نبص ابعد من نرى الامل في كل مكان، بل ننشر الامل في كل مكان وعلى وجه الارض من شاشاتنا وقنواتنا وبرامجنا، واكيد التواصل الاجتماعي اللي ما نقدرش دلوقتي ان احنا يعني نعيش من غيره، انه تويتر وفيسبوك واشياء من هذا القبيل. تم انطلاق ام بي سي الامل من حمله اسمها غرد بالخير. غرد بالخير الكونسبت هو انه تويت تو دونيت، بتنشر حمله على تويتر بتدعو الناس انها تيجي تساعدكم او انهم يلتحقوا بالحمله، وده كان في 2013. جه القيم المؤسسية كنا حابين ان احنا ننشر، نقول ان نرى الامل في كل مكان في رمضان يجمعنا دايما على شاشات ام بي سي الامل. فده جه انطلاق غرد بالخير كانت حملة بتدعو الاشخاص انهم يعملوا تويت او رسائل معينة على تويتر، وام بي سي الامل او مجموعه ام بي سي يعني تعمل مقابلها ريال سعودي. ازاي تمت الحمله؟ تمت طبعا من الاعلانات التلفزيونيه البروموز وعلى شاشاتنا وقنواتنا ومن خلال السوشيال ميديا. وحبينا ان احنا نختار رمضان كشهر كريم ان احنا نقدر ان ننشر الحمله، ونطلب من الناس ان هم يكتبوا رسائل doing good او عمل الخير. ايه النتائج اللي طلعت من غرد بالخير؟ غرد بالخير كنا حابين ان احنا نوصل ل 2 مليون تغريده. وصلنا المليون تغريدة في 3 أيام، وللأسف ما كانش عندنا وقت إن احنا نقدر نكمل الحملة أكتر من كده، لأنه كانوا 3 أيام آخر رمضان، وكنا إن احنا لازم نوقف الحملة لحد العيد. فحبينا إن مليون تغريدة عملنا لها ماتشنج لمليون سعودي ريال، وحبينا إن احنا ننشر الخيل في 3 دول. بداية كانت دولة الإمارات في مركز النور للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعودية لدعم الأطفال مصابين بالسرطان في المملكة العربية، وفي مصر من خلال برنامج غذاء عالمي تابع للأمم المتحدة اللي هو WFP World Food Program، من خلال برنامج اسمه Meals for Schools أو وجبات للمدارس. الحقيقة من ساعة 2013 وإحنا لسه الحملة وقفت عند رمضان، بس لحد دلوقتي عندنا 1.9 مليون تقريبا، 2 مليون صوت على التويتر، والحملة لسه مستمرة. قدرنا ان احنا نعمل اثر ايجابي على وجه الارض في من خلال الجمعيات الخيرية في مصر والامارات والسعودية. عندنا نتائج ان احنا قدرنا نوفر تقريبا 8000 وجبة ل 8000 اسر، وقدرنا ان احنا نقدر انه 80% تقريبا من الاطفال بيروحوا المدارس في مصر، ودي حاجه تقريبا مستحيله، لكن الاطفال الفقراء ما يقدروش ان هم يروحوا المدرسه، وبيبقى في الشغل المبكر او تشايلد ليبر. قدرنا ان احنا نوفر تقريبا 45 منحه دراسيه في مركز النور لحد دلوقتي، دي خلال 3 سنوات الماضيين، ونكفل 60 طفل
من خلال غرد بالخير. غرد بالخير فازت على جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد للسوشيال ميديا العام الماضي، ودي حاجة احنا نفتخر بيها جدا لأنها قدرت ان هي توصل عمل الخيري على التويتر. طبعا احنا شاشاتنا وقنواتنا الام بي سي مهمة، لكن ما نقدرش ننسى دور السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت ما نقدرش ننسى دور العمل التطوعي على وجه الأرض. فالثلاثة دول لازم ان هم يكملوا بعض. بعد النجاح قلنا لا احنا لازم نكمل، فأطلقنا حملة اسمها حملة أنت الخير برضو في 2013، حملة بتنمي الشباب وقدراتهم وبتحفزهم على عمل الخير على وجه الأرض. دلوقتي احنا عندنا طاقة جميلة جدا، والشباب بيمثل تقريبا فوق 50% من المنطقة العربية. لو الشباب طاقته ما دخلتش في الطاقة الإيجابية هنوصل لطاقة سلبية وأمور ومشاكل مش عايزين نوصل لها. لازم إن إحنا ننمي قدراتهم ونساعدهم وندعمهم على إن صوتهم يوصل. وفي أم بي سي إحنا بنقول حواديت، فلازم إن نسلط الضوء على مبادراتهم من خلال حملة زي دي. حملة أنت الخير أطلقناها في 2013 ولحد دلوقتي مستمرة. عندنا أربع فئات: فئة القضايا الإنسانية، فئة الريادة الاجتماعية والشركات الناشئة، فئة البيئة والطاقة، وآخر فئة اللي هي الأفلام الوثائقية والفوتوغرافيا اللي بتسلط الضوء على موضوع معين، مشكلة اجتماعية في منطقتنا. لحد دلوقتي عندنا تقريباً 20 فايز معانا في حملة أنت الخير بندعمهم، وفوزهم مش بينتهي من هذه النقطة، فوزهم بيبتدي. بنديهم دعم مادي، ومش بس دعم مادي، بنديهم دعم نسلط الضوء عليهم من الإعلام، لأن ده يعني ده جزء من قوتنا كأم بي سي أو مجموعة أم بي سي. الشباب مش محتاج إن إحنا نقول له يعمل إيه، وأنتوا تقريبا ما شاء الله شايفة شباب كتير النهاردة وشابات، وأنا مبسوطة جدا إن أنتوا موجودين، لأن ده فعلا بيرمز إنه الدنيا لسه بخير. لكن إحنا لازم إن إحنا ندعم الشباب ونديهم الفرصة إن هم يقولوا صوتهم وان هم يبدعوا. حملة الأمل للاجئين السوريين، احنا متعودين ان كل رمضان لازم نعمل حملة إنسانية، فزي ما بندعم الشباب رواد واجتماعيين وشركات ناشئة، لازم برضو ما نقدرش ننسى الدعم الإنساني واللي هو الخدمة الإنسانية for good. حملة الأمل للاجئين السوريين كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، كان مش بس تبرعات، كانت ان احنا قدرنا نجمع مجموعة كبيرة جدا من الاعلاميين والمشاهير ام بي سي، وقدرنا ان احنا نعتمد عليهم انه يروحوا على وجه الارض. ومعنا النهاردة لوجين كانت احدى طبعا النجوم التطوع معنا، راحوا قضوا وقت مع اللاجئين السوريين في المخيمات الاردن ولبنان، وقدرنا نوصل صورة الانسان من خلال شاشتنا. في 30 حلقة في 30 يوم قدرنا ان احنا نعمل 30 قصة حقيقية نوصلها للمشاهد، يقدر يحس بمعاناة اللاجئين السوريين، بس في نفس الوقت ننشر الامل انه الامل لسه موجود، ان ما فيش حاجة اسمها مستحيل، ان احنا محتاجين كل واحد فرد فيكم يقدر يعمل حاجة ويقدر ينشر الامل. الحملة كانت ناجحة جدا، وعلشان كده قلنا هنعمل حملة ثالثة، حملة أطفال الأمل. حملة أطفال الأمل أطلقناها في رمضان الماضي، والحقيقة كانت حملة مش بس بتركز على أطفال السوريين اللاجئين، لا، كانت حملة بتركز على أطفال الحروب، لأنهم أطفال الحروب يعني مش منسيين، بس لازم نركز عليهم. هم دول شباب الغد، هم دول قادة الغد. لو إحنا ما قدرناش نركز عليهم نفسياً مش بس مادياً هيضيعوا، والأمل هيضيع، هم الأمل. فقدرنا إن إحنا من خلال برضو شاشاتنا ومن خلال السوشيال ميديا إن إحنا نوصل أصواتهم بالتعاون مع UNHCR أو المفوضية السامية للشؤون اللاجئين للأمم المتحدة. جمعنا تبرعات، بس في نفس الوقت أهم حاجة جمعنا أصوات، أصوات تقدر تمثل الطفل العربي اللي مر بظروف مش مفروض إنه طفل أو طفلة في سنهم يمر بيها. فالعامل النفسي مهم جدا، والحملة مستمرة. في جانب تاني الام بي سي الامل اللي هو تركيز على الشباب.
ففي التركيز على القضايا الإنسانية، بس في نفس الوقت تركيز على الشباب العربي، إن احنا نديهم فرصة. فقدرنا إن احنا نديهم فرصة من خلال مشاركتنا مع شركات غير ربحية زي Ahead of the Curve، وأطلقنا حملة اسمها أثر أو إمباكت في 5 دول السنة دي، والسنة الجاية هنزود عليها في مصر والأردن ولبنان والسعودية والإمارات. بندرب تقريباً فوق 200 شخص اللي يحب إنه يكون يعني يقدر يعمل شركة أو يبقوا رواد اجتماعيين. ففي نفس الوقت قدرنا إن احنا نساعدهم على التجربة أو نساعدهم على إن هم ينشئوا شركة، في نفس الوقت قدروا إن هم يوظفوا، في نفس الوقت قدروا إن هم يساعدوا المجتمع في مشكلة أو قضية معينة. وسع أفاقك بالتعاون مع إنجاز العرب. وسع أفاقك دي حملة أطلقناها الأسبوع اللي فات عبر شاشتنا وعبر برضو سوشيال ميديا أكيد، لكن في جزئية كبيرة on ground أو على وجه الأرض، ودي برضو أقولها تاني إن العمل على الشاشة أكيد مهم، نقدر نوصل لكم ناس، التطوع على سوشيال ميديا for good أكيد، لكن لازم يبقى complemented أو مع العمل على وجه الأرض. وسع أفاقك بالتعاون مع 5 شركات هنقدر نوصل معلومات عن السوق الوظيفي أو الورك فورس لمدى 10 سنين قدام. إيه الإندستريز اللي ليها growth أو اللي هي هتكبر أكتر لمدة 10 سنين قدام، علشان الطالب لما يكون في الجامعة يقدر ياخد القرار الصحيح إنه بدل ما يخش مثلاً في مجال ملوش مستقبل قوي في خلال السنوات القادمة، لا يقدر يخش في مجال يقدر إنه هو يتخرج منه وفي نفس الوقت يلاقي وظيفة. البروموز أو الإعلانات دلوقتي على MBC، ومش بس إن إحنا هنستنى لحد الإعلان، لا هيبقى عندنا موقع أو في بالتحديد موقع دلوقتي اسمه وسع أفاقك أو expand your horizon at injaz.com، وهناخد طلبات من الطلبة على internships أو على تدريب في الشركات اللي هو الميديا وhospitality الفنادق وبوينج افيشن وارامكس وواندا. فدي برضو بالنسبه لنا حمله مهمه ان احنا بنساعد الطلبه ان هم يقدروا يلتحقوا بدورات تدريبيه في الشركات دي. مركز الشباب من اجل التغيير، المركز ده انا كنت لسه بتكلم مع الساده الحضور برضو مبسوطه وفخوره ان انا قابلتهم النهارده، لان بعض منهم متطوع ومتحمس جدا وعنده شغف رهيب للتطوع على وجه الارض، منهم زميلتي وصديقتي العزيزه منى حارب اللي عملت شغل جميل وهتعرفوا عليه النهارده. مركز الشباب من اجل التغيير ده بالتعاون مع الامم المتحده في الاردن، واحنا فخورين جدا ان احنا هنطلق المركز ده بكره ان شاء الله في مخيم الزعتري، يركز على الشباب السوريين في المخيمات. الشباب هيديروا المركز، فهيبقى train for trainers او ان احنا ندرب الشباب علشان هم يدربوا نفسهم، يبقى ايكو سيستم، يبقى يعني يشتغل مش محتاج اي حد ان هو يجي يشغله. في نفس الوقت بنديهم امل لبكره ان هم مش قاعدين محلك سر، مفيش حاجه بتحركهم، حاسين ان هم يعني مفيش امل او مفيش رؤيه لقدام. الرؤيه موجوده، لازم الدعم يستمر على وجه الأرض، لازم نحسسهم إن في أمل. إحنا في MBC أنا اديت له يعني قدرت بس إن أنا أديكوا نبذة بسيطة على المشاريع أو الحملات اللي قدرنا نطلقها، والحمد لله بفضل ربنا كانت يعني أثر إيجابي على الأرض وعلى تنمية المجتمع بالتحديد. لكن الأهم إن الواحد يحس إن مفيش مستحيل. يعني الشباب دلوقتي حاسين إن لازم أستنى وظيفة حكومة، لازم أستنى الوظيفة تجيلي، لا الوظيفة مش هتيجي، لازم أنت تخلق فرصة لنفسك. في نفس الوقت إحنا لازم نحفز الشباب إن هم يعملوا الخير،
ونحسسهم ان لسه في صوت يقدر يسمعهم، زي شاشات وقنوات ام بي سي، زي شاشات وتلفزيونات كتير وعديده. السوشيال ميديا ليه دور كبير جدا، ده اكيد. نحن نقدر النهارده نوصل رساله واحده لمليون او اكتر من مليون، ده ما بقاش بس في المنطقه العربيه، لا في العالم كله. لكن هل ده كفايه؟ ما بتقليش ان ده كفايه، لازم ان يكون ليه اثر كبير على وجه الارض، مش بس سوشيال ميديا. وانا دي رسالتي النهارده، انه لازم كلنا نشتغل على حملات تقدر ان هي تدي اثر كبير على المجتمع. الحكومات ما تقدرش تعمل كل ده لوحده، او القطاع العام في نفس الوقت. الشخص الواحد ممكن ان هو يعمل حمله، لكن محتاج كل الناس ان هي تبقى معاه. انا شايفه ان دور القطاع الخاص مهم جدا، ان هم يبقوا مبادرين، ما يستنوش ان الحاجه توصل لهم، لا يبادروا ويبتدوا هم، ان احنا نقدر نعمل اثر ايجابي في المجتمع. انا من كتر ما انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده نسيت العب برومو اللي هو غرد بالخير، معلش اسمحوا لي، يعني بتكلم بعفويه وقلقانه شويه لان الحضور كبير والحقيقه حضور جميل جدا. لكن لو نقدر بليز كيو نلعب البرومو بتاع غرد بالخير، اديكم نبذه بسيطه عن ازاي قدرنا ان احنا نروج على حمله غرد بالخير. عقبات يواجهها اشخاص بصمت ياملون التغيير. ساهم معنا في بناء جسور الأمل في شهر الخير بوجه جديد للمساعدات. NBC الأمل ستمنح ريالاً سعودياً لكل تغريدة بالخير ترسلونها. شارك معنا في الوصول إلى 2,000,000 تغريدة. غرد بالخير. لمزيد من المعلومات زر موقعنا nbc.net/t2d. تغريدة واحدة بس ممكن تعمل فرق. اوكي، فالحملة دي زي ما قلت كانت في 2013، وجزئية كبيرة من نجاحها او تقريبا نجاح كله يرجع للاشخاص اللي هو انتوا، لانه لو ما كانش في حد غرد بالرسائل اللي كانت مسبقا ان احنا نحددها، ما كناش قدرنا نوصل لمليون. وفي نفس الوقت مش بس دور المجتمع، دور الإعلاميين، يعني زي ما شفتوا محمد عساف اللي هو الأرب آيدل، يعني هو طلع من مخيمات اللاجئين وشوفوا وصل لحد فين. فدور الإعلام مهم جدا، دور الستارز أو النجوم مهم جدا، إن هم يبادروا ويبقوا قادة ومثل اعلى للاشخاص اللي زيي وزيكم، اللي هم مش مشهورين بس في نفس الوقت عندهم شغف ان هم يعملوا حاجه في المجتمع وان هم يغيروا حاجه، انه نبادر وما نقولش مستحيل. ما فيش حاجه اسمها مستحيله، شخص واحد ممكن يغير الكون كله. يعني شفنا حملات كتير زي مثلا عمر سمره كان احدى الفائزين بحمله انت الخير في NBC لاول مره في 2013. عمر يعني قصته الحقيقة مذهلة، وعمر صديق لينا وصديق لأم بي سي، وكان أحد الفائزين بجائزة السوشيال ميديا اللي اسمه الشيخ محمد بن راشد. فإن احنا نقدر إن احنا نوصل رسالتنا من خلال الإعلام، بس من خلالكم أنتوا. إن دورنا على وجه الأرض لازم يستمر، دورنا مهم، ولازم ننشر الأمل في كل مكان، ونحسس الشباب العربي انه نقدر نغير الكون. ومش لازم تولز او مش لازم مهارات معينه، ممكن وان كليك على الموبايل تقدر ان انت تعمل حمله تبرعات او حمله تطوع او حمله اي حاجه تبقى فور جود او للانسانيه. انا هسيبكم مع فيديو، اعذروني، هو الفيديو بالانجليزي بس يقدر ان هو يديكم شويه نبذه عن NBC الامل منذ بدايتها لحد النهاردة. ونقدر نلعب الفيديو. NBC Hope launched in 2013 as the media group's corporate and social responsibility initiative. Changing lives, changing attitudes, and changing the face of corporate charity in the region through our programs.
partnering with the world's most prestigious organizations, using the power of the most influential media group in the region, harnessing the support of the most recognized and respected names in the entertainment industry to reach a wider audience across multiple platforms to make change happen and keep it happening. MPC Hope has many successful initiatives that continue to make an impact. The Doing Good campaign encourages Arab youth to create social and humanitarian initiatives, having so far more than doubled its participation figures. And during Ramadan, the time of giving, Ramadan initiatives are given center stage. Tweet to Donate channeled tweets into real and valuable aid to humanitarian causes, generating a record 9 million tweets to date. With the aim to raise awareness and generate aid, the Syrians Without an Address program is a success story because of MBC's diverse interactive media framework. We have the star power to generate greater awareness and support. Our celebrity endorsers not only act as ambassadors, but are actively involved in promoting our causes. Our commitment to the principles of CSR and to excellence as a media group is seen within our legacy of projects so far. Proof that this is an initiative that we truly believe in, that is moving towards the future. We invite you to now embark on this life-changing journey with us. أنا وقتي خلص، بس أنا أشكركم على استماعكم. أنا عارفة أن أنا كنت متلخبطة، بس ده علشان أنا مبسوطة النهاردة أن أنا أكون معاكم. حسيبكم بس برسالة واحدة، لازم يبقى فيه أمل، لأن من غير الأمل مفيش أي حاجة فضلنا، مفيش مستحيل، وإن شاء الله هنقدر أن احنا ننشر الخير، مش بس خلال من خلال السوشيال ميديا او من خلال شاشاتنا وقنواتنا او من خلال التلفزيون، بس من خلالكم انتوا، لانه الاشخاص هي اهم حاجه. من غير الاشخاص مفيش تنميه مجتمع، مفيش ابتكار. شكرا.